شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب استعراض العشرات من طلبات الإحاطة والمناقشات بشأن قطاع التموين والتجارة الداخلية. خلال الجلسة ناقش النواب الدور الرقابي لجهاز حماية المستهلك، فضلا عن إجراءات وأسعار توريد المحاصيل لوزارة التموين. جلسة عامة جديدة عقدها مجلس النواب لاستكمال نظر عدد من مشروعات القوانين والنظر في طلبات الإحاطة والمناقشة المقدمة من نواب المجلس. الجلسة شهدت استعراض العشرات من طلبات الإحاطة والمناقشات بشأن قطاع التموين والتجارة الداخلية. السادة الأعضاء، بجدول أعمال الجلسة 126 طلب إحاطة و19 سؤالاً وستة طلبات مناقشة عامة للمناقشة موجهة لسيادة الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، وعملاً بحكم المادتين 203 و212 من اللائحة الداخلية للمجلس، فسوف تضم موضوعات وطلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة المرتبطة بها في أي بند من بنود جدول الأعمال في مناقشة واحدة. النواب من جهتهم عرضوا استفساراتهم بشأن الدور الرقابي لجهاز حماية المستهلك، فضلا عن إجراءات وأسعار توريد المحاصيل لوزارة التموين. جهاز حماية المستهلك نتمنى أن يقوم دوره خلال الفترة القادمة مع الوزير، وده الحقيقة يتطلب إمداده بالمفتشين. سألتك وعدت ان هنديله دور خلال الفترة القادمة. ايه هي خطة الوزارة للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية من توفير مخزون استراتيجي للسلع؟ وما هي آلية الرقابة المشددة على الأسعار؟ في المقابل أكدت الحكومة أنها غير مسموح لها تشريعياً بالعودة للتسعيرة الجبرية، مشيرة إلى أن هناك التزاماً بكتابة السعر على السلع. الحكومة شددت كذلك على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة على المخالفين من التجار، منوهة إلى أن هناك تغيراً جوهرياً في الأجهزة الرقابية، وأن هناك قانوناً جديداً تعمل على إعداده لتنظيم الأسواق العشوائية بهدف تنظيم عمل الأسواق وضبط الأسعار. وهكذا يواصل مجلس النواب مناقشة مشاريع القوانين والقرارات والتي من شأنها تحقيق تقدم على كافة المستويات بالدولة.